الله جل وعلا يقول يسب ابن آدم وليس له ذا. قالوا كيف يسبك أنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد. النصارى يقول لله ولد. النصارى يقول عيسى ابن الله. يسبون الله، يسبون ربكم. ثم نأتي نهنيهم، نهنيهم بماذا؟ بميلاد الرب؟ نهنيهم بالكفر؟ هنيئا لكم ولد اليوم ربكم، وهو كفر بالله تبارك وتعالى. نهنيهم نقول هنيئا لكم ولد اليوم ابن الله، نهنيهم بالكفر. كيف يصح هذا؟ بعض الناس يرى أنك إذا لم تبارك لهم في أعيادهم كأن أنت متطرف، أنت متشدد، أنت لا ترضى بالآخر وغير ذلك من الكلمات الفضفاضة القبيحة. هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح أبدا. فهل نتنازل عن دين ونأكل الخنزير لأجل أن يرضوا، ونشرب الخمر لكي أن يحبونا؟ إنها عقيدة، إنه دين. لا يجوز لنا أن نهنئهم بالكفر، لا يجوز لنا أن نشاركهم بهذه الأمور. وإن كان الإنسان يخشى على نفسه من الاتهام بأنه متشدد فليشرب الخمر وليأكل الخنزير إذن، وهم لا يغضبون لذلك، والله لا يغضبون لذلك. وقد ذهبنا إلى بلادهم وهم بالعكس، إذا عرفوا أنك مسلم لا يقدمون لك الخنزير ولا يقدمون لك الخمر ويعذرونك بذلك، بل لو طلبت أنت الخمر والخنزير لنبهوك وقالوا هذا فيه خمر هذا فيه خنزير، أنت مسلم لا يليق بك لا تأكل. هم يمنعونك كذلك لو علموا أن دينك هو الذي يمنعك من تهنئتهم بهذا الكفر لن يحزنوا، وسيقبلون منك ذلك كما قبلوا منك أنك لا تأكل الخنزير ولا تشرب الخمر. دعونا من المجاملات، دعونا من المهادنات، فلنعلن ديننا ولنقل صراحة إننا مسلمون.